طيب بمناسبة كلامنا عن الجماهير، منظر جمهور الإسماعيلي كان مبهج وحاجة تفرح جدا. جماهير كانت متواجدة في المدرجات وكانت مالية المدرجات، وكان الإسماعيلي بيلعب النهاردة في البطولة العربية، كان بيلعب أهلي بنغازي وفاز الإسماعيلي بأربع أهداف مقابل هدفين، والإسماعيلي جاي يعني الإسماعيلي واحدة واحدة. طبعا الأداء مش هو الأداء اللي احنا بنتمناه للسامبا، لكن كلها وجوه جديدة، ودي أول مباراة شفنا وجيه. عبد الحكيم النهاردة أحرز هدفين، في لاعب من غينيا هيكون مفاجأة لسه هينضم في المباراة القادمة، وعبد الرحمن مجدي ومدبولي النهاردة كان عامل شغل عالي جدا جدا جدا، وباهر المحمدي طبعا واحد من الخبرات والأسماء الكبيرة، لكن إن شاء الله بارقة أمل لدراويش الكرة المصرية، وطبعا همام كان عامل شغل كويس جدا، واحد من اللعيبة المهارية. بالتوفيق لنادي الإسماعيلي اللي احنا بنعشقه، وطبعا المهندس إبراهيم عثمان واحد من النجوم، يعني الاسم وحده يكفي. إن شاء الله كل التوفيق في المباراة القادمة اللي هتقام في تونس بإذن الله.